مساكم الله بالخير والصحة والعافية، كل سنة وانتم سالمين، كل سنة وانتم طيبين، وتحقيق الأمانة إن شاء الله يفصلنا على 2022 ساعة واحدة فقط. هلا وحجية. هلا حبيبي، السلام عليكم حبايبنا، إن شاء الله تكونوا بأحسن صحة وأحسن عافية وتحقيق الأمان يا رب. إن شاء الله يا رب العالمين. حجية، وين راح نروح نقضي رأس السنة؟ راح نروح على البحر هناك نتفرج على الصعاديات ونتونس شوية ونغير جو. يلا نروح هسه نغير جو على يم البحر ونشوف الصعاديات. باقي لنا ساعة واحدة، يا دوب نلحق الطريق والازدحامات. خليكم ويانا، ورحلة ممتعة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. بلشت 2022، اللهم اجعلها سنة خير يا الله. ان شاء الله يا رب العالمين. عندنا ظلمة، ما نقدر نصور وجوهنا. مشكلة. هناك والله من اي ما شاء الله كلش حلو. هاي من بين البلايات يطلع البنايات. الأمانة حجية إن شاء الله للجميع يا رب. آمين. نشيل هاي الفيروس عن الأوادم كلها إن شاء الله. اليوم سهرتها للحجية، ها؟ سهرتها، قلت للحجية اليوم بس الساعة 12.
جيتكم وين نايمه؟ اي بس اليوم تغير جو، جو طيب همين. اوه ما شاء الله. الهليكوبتر تصور. جيا باكر 2022 شو حتسوي لنا باكر غدا؟ اسوي لكم قوزي ودولمه. اه قوزي ودولمه باكر، يابا باكر هذا ما راح نصوره يعني. هذا النا ها؟ ايوه. هذا باكر مو للتصوير. زين سويناه قبل. هذا باكر غدا 2022. ان شاء الله. عجديدك والله. نعاد علينا بالصحة والسلامة مع جميع الناس. ان شاء الله يا رب. انا ما قاعد اشوفه، انا الدنيا كلها ناس قاعدين، حديقه كبيره، بس المشكله شنو؟ الدنيا كلش ظلمه على مود الصعاديات، ما مشغلين اضوية. فين طايرين درونات؟ طيارات صغيرة. شوف بس تعلق يعني راح تخلص، إذا علقت كلش هي يعني بالأخير كلش تعلق، إيش راح تخلص يعني؟ هاي العلقة الأخيرة. كل عام وانت بخير امي. بخير. يعيش العافية. سلام ان شاء الله. احنا ما نبين هسه، ما نبين بالكاميرا. دابا كل عام وانت بخير، سنة سعيدة على الجميع. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا رب. يحفظ الجميع ويبعد عنكم كورونا وبالتوفيق باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نتمشى حجي هسه، نشوف شكو ماكو. يلا. ان شاء الله سنة سعيدة على الجميع. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين، يعطيكم الصحة والعافية وتحقيق الاماني من باكر ان شاء الله 2022. ان شاء الله يحقق كل امانيكم يا رب. ان شاء الله، تحياتنا واشواقنا، تصبحون على خير. السلام عليكم. مع السلامة.